مساء الخير وأهلا وسهلا فيكم أكيد يا أعزائنا المتابعين والمستمعين وكل الناس اللي بتحضرنا وبتنطرنا كل نهار جمعة بحديث الجالية. حديث الجالية هو حديثكم، ومواضيع الجالية اللي نحن بنطرحها هي مواضيعكم. أكيد اليوم حيكون عنا حلقة خاصة وهلأ بقلكم عنها. خليني أحكي المقدمة بالأول، بعدين أول شيء بدي أتشكر قبل المقدمة بدي اتشكر اكيد كل شخص عم يدعمنا وكل شخص عم يكون معنا بهذا البرنامج. هلا بدي اذكر الراعيين من بعد ما اقول المقدمه حول موضوع قديش اهميه الدين، واكيد استقبال قديش اهميه الدين ببلاد الاغتراب، واكيد كنا كمان باستقبال شهر الله، شهر الفضيل، شهر رمضان المبارك. اكيد ينعاد عليكم بالصحه وبالخير وبالعافيه. هلا بس اقول المقدمه كمان نرجع نحكي عن هذا الموضوع. ان عمق الانتماء للاسلام هو ما يعطي المجتمع الاسلامي قيمه ويحافظ على تماسكه، ويجعل الفرد انسانا ذا قيمه ولحياته معنى وهدفا وغايه. في الواقع المعاصر الذي تكسر فيه الفتن وتسود قيم الباطل والظلم والعدوان والاستكبار وعدم الاعتراف بالآخر، يشعر المسلم بالغربة والنفور من واقع الحياة. ولكن المسلم الصالح القوي بانتمائه إلى دينه يستثمر ذلك الشعور بالاغتراب بشكل إيجابي ومحدود، حيث يبادر بإصلاح نفسه أولا. ولكن عندما يعترضه الصراع بين الحق والباطل لما تفرضه العولمة في بلادنا الإسلامية من نشر الثقافة الغربية المهيمنة على حساب ثقافتنا وذاتنا الحضارية الإسلامية بتهميشها وطمس هويتنا وانتمائنا، هنا يشعر المسلم بالاغتراب. ولكن الإسلام دين لا يدعو إلى اعتزال الناس ويقصي من دائرته من لا يهتم بأمور المسلمين ومشاكلهم الداخلية والخارجية، وهو في طريق التغيير الحضري يسلك طريقين أساسيين. الأول طريق التواصل والاحتكاك، والثاني طريق التحدي والثبات. أكيد أعزائنا المستابعين واللي كانوا ناطرين حلقتنا لليوم لحول أكيد شغلي. أول شيء بدي أشكر بجريز أويل تشينج يلي صاحبه أكيد الحج عبد أيوب. أنا دائما بدلعه عبودي، فهذيك المرة لما شافني قال لي حمي اسمي الحج عبد، فبدل له حج عبد أيوب تحية لألك. أكيد بجريز بيقدم كتير خدمة عالية جدا فعلا، ويمتاز بمصداقيته ومهنيته بهذا العمل. فأنا بنصح كل شخص يروح يغير سيارته وديك، لأنه أنا من الأشخاص مش بس عم أعمل له دعاية، أنا بروح بغير عنده من زمان مش من هلأ، من قبل حتى يمكن ما بلش بالإعلام وغيره. كمان بدي أتشكر كمان الراعي التاني اللي هو زيتونة جريل لصاحبه أكيد الحج حسين المولى. زيتونة جريل موجود على ميكري درايف أكيد على فورد رود وميكري، حد بات سمارت المطعم أدمين هذه السنة أوبن بوفيه بخلال شهر رمضان المبارك. وأكيد يتمنى لكل الناس هذا الشهر يكون أعاده الله عليكم بالصحة وبالخير وبالعافية. زيتونة جريل عفوا عامل الصحن أو البوفيه ب 1799، وأكيد في تحلية من بعد الإفطار. فيلي حابب أكيد يعزم، وهو عنده أجواء عائلية، وحتى اللحم والتشيكين وكل اللحومات الموجودة حلال 100%.
يعني حتى ما حدا يكون عنده أي شك، حلال 100%. أكيد مطعم عائلة، مطعم فيك تعزم كل أصحابك وتروح تفطر هناك، يمكن بسعر كتير بسيط جدا، وبتكون مرتاح ومبسوط، وعندهم خدمة كتير حلوة. آخر شيء عندنا Virtual Reality World، Virtual Reality World Gaming Arcade. هيدا المحل إذا بتروحوا عليه كتير حلو. هو اسمه يا تقريبا Virtual Reality، هو العالم Virtual World، هو العالم الافتراضي. يعني لما بتروحوا لهونيك بتحطوا هالأجهزة اللي بالعيون، بتحس حالك إنك أنت بشي معركة، بتحس حالك إنك أنت فايت بكل شيء، بتلعب أنت ورفقاتك، بتحس بوجود المكان اللي أنت فيه. فأكيد كمان بنتشكره على دعمه لنا، وكمان عامل 25% على كل شخص بيقول له إنه أنا حضرت هيدي الحلقة من حديث الجالية، أكيد برنامج حديث الجالية. Virtual Reality World هو كمان للجيمينز، يعني الجيمز. فبتأمل كل الناس تروح تحضره، وموجود على بتايلر بساوث ساوث ساوث نورث او ما بش ساوثلاند مول، ساوثلاند مول موجود بساوثلاند مول، هذا المحل. اوكي، خلينا نحكي هلا باللي نحن بدنا نحكيه. اول شيء بدنا نتمنى لسماحة السيد، وبدي اعتذر منكم جميعا على عدم حضور سماحة السيد محمد السعبري، يلي هلأ تلقينا خبر انه حيكون متوجها الى الامرجنسي روم بالمستشفى. فنحن ما بنتمنى له الا الشفاء العاجل، وما بنتمنى له الا دوام الصحة والعافية، لانه بالنهاية نحن هؤلاء العلماء هم علمائنا، ونحن نفتخر وندعو لهم دائما بالشفاء والصحة والعافية لما يقدمونه من علم وخبرة إلى أبناء جاليتنا وإلى المجتمعات أجمع. فصراحة اتصلنا بالسيد، اتصل فينا وقال كتير تعبان واخدينه على المستشفى. وبتعرفوا أنتوا بضيق الوقت ما فيك ترجع تحضر شخص آخر تيكون موجود معك، فبدنا نعتذر من كل الناس. لذلك حطينا اتصالات حتى نحكي بموضوع قديش الدين مهم بعالم الاغتراب. هلا انا بحكي من جهتي انا، كيف انا بعرف او كيف معاشر الاغتراب، وكيف كنت اتنقل من جامع لجامع او من مركز لمركز، وقديش كتير مهم هذا الدين. بس ولكني انا مني مخول، يعني مني انسان اختصاصي بهذه الامور. بنعطي اصحاب الاختصاص اكيد هن معلوماتهم ووقتهم بهذا الامور. اما بالنسبه يمكن البعض يتساءل حول وجود الشيخ والسيد بالصوره، لما لم يحضر الشيخ؟ كمان بدي افسر هذه الشغله حتى تكون واضحه، لانه تعودتوا على عباس ابو خضر بالمزدقيه، والصراحه وخاصه بحديث الجاليه. بالحقيقه سمحت الشيخ ما كان مطروح ابدا يكون معي بالحلقه، ولكن سمحت السيد تمنى علي انه سمحت الشيخ او فضيله الشيخ محمد الحلبي يكون معي موجود، يكون معه موجود بالحلقه، لانه كان يشعر بشويه تعب وارهاق. فانا ما توصلت مع الشيخ محمد الحلبي صراحة مباشرة، لأنه اعتمدت على كلام سمحت السيد أنه متفق هو وفضيلة الشيخ. وإذا أتفاجأ اليوم لما من بعد ما اتصلت بسمحت الشيخ عم قل له ما تنسى اليوم الحضور الساعة 6:15، بيقول لي أنا حضور على وين؟ قلت له بدك تكون معي بالحلقة. قال لي ما معي خبر. فأنا اعتمدت أنه الشيخ كان قايل له، واني هذه اول مره ما بتصل بضيف لحتى اثبت وجوده او عدم وجوده. قلنا ما بيأثر، قلنا له ما بيأثر، فضيله سمحت السيد اليوم هو جاي. واكيد طبعا عالمان يعني جليلين مثل سمحت السيد فضيله الشيخ، يمكن اتنينتهم بحلقه واحده كمان بتكون يعني اكثر ما انها غنيه، وفيره بالغنى بالمعلومات. يمكن كنا بنكتفي بشخص
منهم أو عالم دين واحد فيهم كان كفاية. فهذا اللي صار. مش هيك فضيلة الشيخ محمد الحلبي عدم وجوده بس لهذا السبب، عدم التنسيق ما بيني وبينه، وأنا بعتذر أكيد من جميع المشاهدين والمتابعين اللي كانوا ناطرين معلومات. نحن كنا ناطرين على فكرة لنحكي بشبل تقريبا قديش تأثير شهر رمضان المبارك على الناس، ولكن أنا ما كنت طالع أحكي بالتشريع أو بقضايا أو بمسائل تختص بشهر رمضان أو الإفطار والصوم. هذه الأمور يمكن الأكثر الناس بتعرفها. كنا طالعين نحكي نحن قديش مفهوم شهر رمضان عند الناس عند الآخرين. هلا بقولكم شو هو مفهوم شهر رمضان بالنسبة لأنا أو للي نحن منعيشه دايما بحياتنا اليومية. أما تأثير الدين يلي هو موضوع كان حلقتنا، فأنا بتأمل من الكل أكيد يلي بده، مش هيك اليوم حبينا كمان يكون في لكم مداخلات عبر اتصالات. حيكون الرقم أكيد 313-804-2998 حيكون موجود أكيد على أسفل الشاشة، حيكون موجود على الشاشة. يلي حابب يتصل يعطينا فكرة أو شو بيعني له شهر رمضان المبارك، خلينا نكون هيك شوي بهذا النهار مرحين، أو شوي نحكي مع المتصلين عنا بالجالي. يلي حابب يتصل برجع بذكر 313-804-2998 للي بحب يتصل ويشارك. نحن متقبل كل الآراء وكل المداخلات أكيدة. 804 إلا إذا أنت يا أستاذ حسين مركب الرقم غلط، فكمان حتى حسين اليوم ما بعرف. تحية لحسين هاشم أكيد خينا وحبيبنا والإعلامي المحترم والمهذب، فتحية له. وحاطط هو الرقم، أكل اثنين منه للرقم بس ما بيأثر. 804-2998 يلي بحب يتصل أهلا وسهلا فيكم، نتسمع آراءكم حول موضوع قديش مهم الدين ببلاد الاغتراب. هلا نحن بنحكي على قد تواضعنا، على قد اللي بنعرفه بخصوص الاغتراب. يمكن كل الناس بتعرف انه الدين اخدينه بس يمكن صلاة وصوم او عبادة، وهذا امر واضح وجدا انه هذا الدين، هذا هو مفهوم الدين. بس لما تكون انت موجود بعالم اخر او بمجتمع اخر وتتصرف بالدين على هواك، هون بعش بيصير اسمه يعني تقريبا دين خاص فيك. انت بدك تأرجي دينك للآخرين. نحن كيف نأرجي ديننا للآخرين؟ بالمشاكل، بالسرقة، بالنهب، بالنصب، بالاعتداء؟ اكيد لا. بدنا نأرجي ديننا نحن بالمعاملة، بدنا نأرجي ديننا للآخرين بالمحبة، بالتواضع، بالولاء لهذا المجتمع اللي انت عايش فيه. بعدني بقول يمكن هلا انا مش كتير صراحة مركز على الموضوع لاني اساسا ما كنت محضر له، انا كنت متكل على السيد، بس انا عم بحكي من وجهة نظري انا. الدين اذا ما انعكس عليك وعلى ظاهرك وعلى مجتمع لا يعد دين. اما بالدين، اما الدين قديش كتير مهم بجاليتنا او بالتعاطي مع اولادنا، كتير مهم، كتير مهم لسبب واحد، لانه الكتير اللي عم نشوفه نحن بتصرفات او بالقضايا يلي عم نواجهها عنا بالجالية من حيث المخدرات ومن حيث يمكن السكر او السواقة السريعة وغيره من هودي الامور يلي فعلا عم بيسببوا أزمة عنا بالجالية. لو كان الدين موجود عند هؤلاء الناس أو الأشخاص أو يعرفوا ما معنى الدين، يمكن ما كانوا وصلوا لهون. لأنه دائما الدين هو الرادع، الدين هو الرادع عن المعاصي، الدين هو الرادع عن الأخطاء أو الأغلاط، الدين رادع حتى عن التطاول على الآخرين. بيردعك أنك أنت ما تسب الناس وتشتم الناس وتعتدي عن الناس وتحكي كلام يعني مش معروف أساساً شو هو
الدين، لما يكون عندك دين بتعامل. وحتى كل الأديان الأخرى، يعني مش نحن مش بس عم نحكي على الدين الإسلامي، الدين هو يؤثر على كل الناس. وخاصة أنك أنت لما بتكون بمجتمع يختلف عن دينك أو عن طائفتك أو عن لونك، هون بتصير شوي صعبة أكتر. بس ولازم لازم لازم العمل أكتر، لازم التوعية أكتر، لازم يكون أولادنا يحبوا شو عم يعملوا، لازم يكون في مفهوم للدين غير مثل ما نحن عودونا أو تعودنا. لازم تصلي، إذا ما صليت بتاكل قتلة، أو إذا ما كسب بده يصير لك شيء. يخوفونا بالدين، لا، لازم يكون الدين طريقة وسيلة لهودي الأولاد لينجحوا بحياتهم. على فكرة قصة النجاح كمان اليوم بدي أقول، اليوم اكيد انا بدي اقول بقصة، بما انه ذكرت الاولاد، بدي اقول لاولادنا كلهم او اخواتنا كلهم او شبابنا كلهم يلي تخرجوا من يومين او ثلاث ايام بالجامعات، والحمد لله عندنا نحن بالجاليه يمكن كثير ناس، عندنا كثير ناس عم يتقدموا وعم يتطوروا وعم عم نرفع راسنا فيهم. فبدي لهم الف مبروك لهم جميعا. يعني اكيد كنا انبسطنا، انا بنبسط لما بشوف جاري او صديق لإلي او اي شخص بالجاليه عم يحتفل ببنته او ابنه عم يتخرج دكتور او مهندس او اي شيء عم بيكون فعال بهذه الجاليه. فنحن انا شخصيا يعني بقول لهم الف مبروك. ما تنسوا اللي بده يتصل، اكيد الرقم موجود عندكم على الشاشه، يلي حابب يعطينا فكرة عن مفهوم الدين أو أهمية الدين بالمجتمع، لأنه أكيد بعدين هيك هنحكي شوية. وأكيد بدنا نقول كمان في يتصل يعني يعمل معايدات لأهله، في يعمل لأخواته لرفقاته لبلده، وكل هذا أكيد بمناسبة شهر رمضان الكريم والفضيل. بعدني بقول عاده الله عليكم وعلينا بالخير. هلا انا شوي صغيره حاخذ فاصل وبرجع معكم لحتى نحكي عن شهر رمضان المبارك وقديش اهميته ومفهومه لدى الناس. اخبار ويب تي في بيقدم لكم بالشهر الفضيل افضل البرامج، عابق من الرحمي مع خضر فرحات وفضيله الشيخ محمد العلي الحلبي، فضيله الشيخ محمد مرديني، كل تنين الساعه 7، صحتك بصحنك، كل شي بهم صحتك مع نادية عكنان، كل ثلاثة الساعة 7، شو الأخبار، مواضيع كتيري ومهمة مع حسين هاشم، كل أربعة الساعة 3، انتي وبس، ومين مثلك انتي مع هبة حيدر، كل خميس الساعة 2، تعون تسلى، برامج لعب وجوائز مع محمد السيد، كل خميس الساعة 7، حديث الجالية، وما بيحلى حديث الجالية إلا مع عباس بخدر، كل جمعة الساعة 6:30، تيست 411، بنزورك لندق أكلاتك مع جو هزيمي، كل سبت الساعة 6:30. وأكيد رمضان معنا أحلى، لإعلاناتكم معنا 313-258-6799. يلا أكيد عودي لكم أعزائنا المشاهدين والمتابعين عبر صفحة واتساب ميديا نتورك. بعتقد يمكن عم بيقول لي حسين معنا اتصال، فينا ناخده حسين؟ اكيد يلي بده حابب يشارك اكيد بهيدي الحلقه في كمان يشترك وفي يتصل ويعطينا رايه ويعايد واللي بده اياه. الو، السلام عليكم. اهلا وعليكم السلام، معك الحجه حنان ميرزا من اسيل حجاب. اهلا وسهلا حجه حنان. اكيد بعيب بلاش على الميديا نتورك. هيدي ممنوعة يا حجي، بس أهلا وسهلا فيك، لأنك أنت أكيد من الناس اللي بتتابعينا دايما عبر واتساب ميديا، ودايما بيكون في إلك آراء وأسئلة صراحة كتير غنية وكتير قيمة. تفضلي. الله يخليك. أول شيء بدي عيد الأمة الإسلامية جمعة، وبدي عيدك، وبدي عيد الأخ حسين هاشم والميديا نتورك كلها، وبدي عيد الجالية بديربون الإسلامية بحلول شهر رمضان المبارك. إن شاء الله الله بيعيد عليكم بالصحة والخير والعافية يا رب،
وأكيد نحن مش بس بشهر رمضان كجالية لازم نلتفت على بعضنا ونهتم بأمور بعضنا، نحن دايما بكل الأوقات لازم تكون قلوبنا مع بعض، نفرح لفرح الآخرين ونحزن لحزنهم، نشاركهم بأفراحهم ونشاركهم بأحزانهم. طيب حجي بدي أسألك، أنت شو بيعني لك شهر رمضان المبارك؟ يعني كيف بتاخدي شهر رمضان المبارك، بس لل يعني لل انه للاحتفال للاكل، او بس بنصوم عن الاكل؟ شو بتعملي طقوس كمان بشهر رمضان المبارك؟ شو بتعملي شيء هيك مميز؟ لك شهر رمضان هو دائما في اشهر من السنه الله سبحانه وتعالى جعلها للناس لحتى يخلق بنفسه. شوف روح الانسان بتصدي كيف الحديد بيصدي، نفس الشيء روح الانسان بتصدي، وليجلي هيدي الروح في إلها أيام وفي إلها لحظات وفي إلها صلوات وفي إلها دعاء. فشهر رمضان هو جلاء للنفوس، بيخلي الإنسان يراجع كل حساباته كل السنة بكل شيء عمله، بيراجع حساباته وبيطلع لقدام. أكيد شهر رمضان مش بس للأكل والشرب، بالعكس هو شهر رمضان للجوع وللعطش. الرسول صلى الله عليه وسلم بيقول تذكروا بجوعكم وعطشكم، جوع وعطش يوم القيامة. صحيح. مش لحتى نكتر من الأكل والشرب وهيدا، لا بالعكس هو شهر رمضان لنريح معدتنا صوت صحة لحتى نصح من الأمراض. وقد ما في أمراض هلأ بالأخص نفسية وعقلية موجودة يعني. هلا هذه أنا ما في أعملها أي علاج، لأنه صراحة مني لا علاج فيزيائي ولا أني علاج نفساني، بس شو بدي اعمل. على كل اذا حابه تحكي شيء بعد، كلمه اخيره. انا بس بحب اطلب من كل الناس يعودوا اولادهم على هذا الشهر على الصيام، حتى لو كان في شويه مشقه على الاولاد، بس مثل ما بنعودهم من صغرهم بيكبروا وهن حاملين هيدي الطقوس وهيدي الشعائر، هيدي شعائر دينية، ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. علموا أولادكم، حببوهم، خففوا عنهم الصيام، لأنه نحن رايحين والجيل اللي جاي هو اللي باقي، الجيل الصغير وجيل الشباب. فبتمنى بس أنه يزرعوا بهول الأولاد والأطفال، يزرعوا الدين، يزرعوا دين الإسلام، لأن ما بعرف لقدام ديننا وين رايح. إذا منشوف الأولاد بأي طريقة عم تتربى فمنلاقيهم عم يبتعدوا، صاروا كتير عن الدين. فبتمنى ما تقولوا إنه هيدا الولد صغير، الله سبحانه وتعالى حط سن للتكليف. البنت 9 سنين والصبي بحدود 13 سنة ل14 سنة، ما تقولوا إنه الصغار، لا ازرعوا فيهم هيدا الشيء، ازرعوا فيهم الصوم الصلاة وكل شيء. وشكرا لك حاج عباس وشكرا للجميع. اهلا وسهلا فيك. اكيد نحن كمان بانتظار اي اتصال اخر حابب كمان يعطي رايه، حابب يحكي بشهر رمضان، شو بيعني له شهر رمضان المبارك. اكيد لكم شغله، حتى مش مستحب نقول رمضان، لازم تقول شهر رمضان، يعني ميز هذا الشهر بانه شهر رمضان المبارك، او شهر رمضان شهر الرحمه والغفران. هلا شهر الرحمه والغفران هيك قربنا سبحانه وتعالى، بس مين منا عم يرحم الآخر؟ ومين منا عم يرحم الآخر بهذا الشهر؟ لا بهذا الشهر ولا بال11 اللي قبله، ما حدا عم يرحم حدا. بتأمل إنه بهذا الشهر دايما نغسل قلوبنا ونصفي قلوبنا ونغسل أدمغتنا يلي دايما ما منحط فيها إلا الأشياء النيجاتيف. بتأمل هذا الشهر، يمكن في أشهر كتير مرقت بشهر رمضان قبل أو السابق، خليكم تبلشوا من جديد. اعتبروا انه هذا الشهر هو تصحيح لمسار الانسان وداخليته وخارجيته وكل شيء بحياته ونظامه. يعتبر انه هذا الشهر هو بدايه. هلا الناس بتسالني لقالي ليش بتصوم رجب وشعبان حتى اوصل لشهر رمضان كون مرتاح. كون مرتاح عادي، فوت علي شهر رمضان ينعاد عليكم. ما بحس ابدا انه انا فعلا اني صايم. فكمان نتعود، منعود أنفسنا. وأكيد أنا مني أفضل من الآخرين، أنا مثلي مثل الآخرين، كمان بعود نفسي وكمان بعود حالي، كمان بحاول قد ما في أضبط نفسي أو مرنة على الدعاء، على الصلاة، على التعامل مع الآخرين، على تهذيب نفسي. لأنه
بس لهذبها بهذا الشهر بتمشي، بتمشي معك كل الاشهر. ولما تصير مهذب يمكن هذا اكيد تهذيب النفس، مش بس انه تهذيب انه السلام عليكم وعليكم السلام، لا، تهذيب النفس هي طاعة الله والورع عن محارم الله، هذا تهذيب النفس، ان نفسك ما تكون أمارة بالسوء بهذا الشهر. على كل، اذا اكيد بدي كمان اقول لكل الناس اللي عم تطلع معنا بالكومنت، لا اقرا شويه كومنت، اذا حدا حاطط كومنت كمان نسلم عليه ونرحب. كمان بعدنا نحن بانتظار اي رقم او اي اتصال، عفوا الرقم موجود على الشاشه 8042998، يلي حابب يتصل فينا هات لنشوف. سميرة الزبادي، الله يسلم تمك حجة، اهلا وسهلا فيك. سارة دباس، ينعاد عليكم رمضان كريم على الجميع، وعليك ان شاء الله صغير، وعليك كمان ان شاء الله بالخير. بتأمل من كل الناس تعمل شير لهذا الفيديو، اكيد لحتى قد ما فينا كنا حابين، اكيد بعدني بقول كنا حابين اكيد وجود سماحة السيد، لانه سماحة السيد اول شيء بغض النظر انه سيد يملك من المعلومات ويملك من الفقه ويملك من الدراسة، كمان وجوده معنا بيعطي كمان صفة كتير حلوة لهيدا البرنامج، انه متعدد المواضيع، لا يختصر فقط على الدين او على السياسة او على الانتقاد، لا بالعكس، في عنا مواضيع حنطرحها كتيرة، ويمكن حاطرح موضوع مجالس عاشوراء، تعامل بمجالس عاشوراء، يمكن نطرح موضوع الأمراض، في عنا مرض التوحد كمان حنطرح موضوع الشباب الناجحين بجاليتنا، التجارة بجاليتنا، فكل شيء أكيد حيكون موجود معنا. كمان بدي أذكر شغلة لكل اللي عم يسمعونا، هذا البرومو نحن بنمرقه بالحلقة، هودي برامج جديدة عم ينعرضوا على واتساب ميديا نتورك، بتأمل من كل الناس تشاهد هيدي الباقة الحلوة وجديدة، يمكن تكون منا ضخمة هاي الباقة، ولكن هي إلى قيمة، لأنه نحن ببلد ما في الدعم الكامل صراحة، ما حدا عم يجي يقول لحسين أو لعباس أبو خضر أو لهودي الناس اللي عم يعملوا برامج مهمة، تعوا نحن لنساعدكم وندعمكم نعطيكم بآلاف الدولارات أو بأي شيء، وتعوا اعملوا برامج تثقيفية دينية ثقافية اجتماعية، لا، نحن عم نطلع من أنفسنا، وهو السبونسر اللي عم نجيبهم يعني بالكاد أكيد بيساعدونا شيء رمزي، نحن يعني متمنينهم ومن لهم شكرا لكم، بس أنت عم تحكي بدك تعمل برامج بالجالية، على أي أساس إذا ما عملنا برامج ضخمة وكبيرة وكان فيها إنتاج؟ وفي عنا بالجالية، يعني في عنا ناس ميسورين، وفي عنا أكيد هذا حقهم، يعني ما حدا ما يتطلع، مش عم يتطلع بأموال الناس، ولكن قادرين ندعم، قادرين نحط بهذا تقريبا القطاع أو الإعلامي أو الصحافة، قادرين نحط إمكانياتنا، في عنا ناس إعلاميين، في عنا ناس صحفيين، مش كلهم مثل بعض، طولوا بالكم، مش كلهم مثل بعض، في عنا إعلاميين بس مش الكل نفس الشيء، في عنا الأنجح أو الأنسب تيكون إعلامي، وفي عنا ناس بتكتب، وفي عنا ناس بتكتب وبتحلل أكيد في وجود هذه المواقع كلها، بس في قادرين نعمل برامج، قادرين نعمل برامج ونطلع من التابو تبع الراديوات، فينا نعمل برامج مثل اللي عم يعملها إحسان يلي عم تنتشر بشكل كتير سريع. بتأمل من الكل أكيد يحضر هيدي البرامج، يمكن ما عندي هلأ حيزيع حسين، ما عندي يوم كلهم صراحة، بس أكيد بعرف أنه في برامج جديدة تابعوها، وأكيد شاركوا الآراء، يعني كمان مش بس أنه تكونوا مشاهدين بل كونوا فاعلين، أنه أنتوا تكونوا كمان لكم دور بهذا البرنامج اللي عم ينعرض، تكون في لكم رأي. وبعدني أنا ناطر أي اتصال حدا حابب يتصل، نسمع كمان رأيه ويخبرنا شوية عن شهر رمضان، كيف بيعيشوا الأجواء، شو بيعني له شهر رمضان، قديش شهر رمضان كتير مهم. هلا أنا بعدني ما عطيت رأيي بشهر رمضان على فكرة، ناطر آراءكم أنتو، لأنه كل إنسان بيختلف برأيه عن
كيفية استقبال شهر رمضان، وكل شخص يمكن بياخد من شهر رمضان من منظاره هو أو شو بيعمل. فنحن بنحاول أنه ناخده من منظار الدين، لأنه هذا الشهر يعني خير الأشهر عند الله، نومكم فيه أنفاسكم فيه تسبيح ونومكم فيه عبادة. يعني شوفوا الله سبحانه وتعالى قديش كريم، واحد بيكون نايم عم يسبح، بيكون نايم أو عم يتنفس، بس بهذا الشهر عم يطلع له حسنات هو نايم. هلا من باب الضحك يعني ممكن يكون عم يشنخر، بيطلع له حسنات زيادة أكيد. وأي شخص بده يذكر هذا هالحلقة بشهر رمضان، بالنسبة للأكيد الراعي يعني الناس اللي عاملين سبونسرز، بده يصوم يومين زيادة. ايه هذا مش انا فاكر انتم واحد بيطلع له جافته او شيء، لا بيصوم يومين زيادة اكسترا عن شهر رمضان، شو بدكم احسن من هيك. كذلك بعدنا عم نقول نحن ناطرين، هات لنقرا اللي والله في عنا شو اسمه، في عنا كومنت، ليه ما قلت لي يا استاذ حسين، ليه ما قلت لي يا حسين. اوكي خلينا نحكي شوية كومنت ونسلم على الناس اللي هنك دايما بتابعونا، ومن حقهم نحن كمان نتابعهم ونسلم عليهم. علي الصغير، سلام سعد، حسن أمير، السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام. علي كوراني، سامية الزبيدي، كمان إن شاء الله حسن رمضان كريم ينعاد عليكم بالصحة وبالخير، وينعاد عليك وعلى الأمة الإسلامية جمعاء وعلى الأمة العربية، شو بدي أقول، المشتتة، الأمة العربية كلها. أوكي هلا خلينا ناخذ هيدا الشهر فرصة للتقرب من الله والابتعاد عن المعاصي. حسن المصراح، إن شاء الله يكون هيدا بداية للبعد عن المعاصي، يعني ناخذه إيه أكيد هذا الشهر إن شاء الله يكون هيدا بداية الشهر اللي بنبعد فيه عن المعاصي. حسن السيد من البرج، رمضان كريم ينعاد عليك يا حسن، تحية لك ولكل منطقة برج البراج اللي أنا أنتمي لها، فتحية لك وبينعاد عليكم وألف مبروك الرئيس النادي الجديد. كريم حداد تحية لك وشكرا على المعايدة، وأكيد نحن عيدناك وقلنا لك عيد فصح مجيد، إن شاء الله أعاده الله عليك وعلى الطائفة المسيحية بالصحة والخير واليمن إن شاء الله. فشكرا لمعايدتك حبيبي الصحافي كريم حداد. رزقة بتقول رمضان كريم على كل المسلمين. حاج عباس، بارك الله فيك وجزاك الله، ما حكم الإفطار في السفر؟ حسن الأمير، هلا أنا إعلامي بعرف شوية معلومات، مش هتيجي تحط لي فتاوى. ما حكم الإفطار في السفر؟ أكيد لا، هلا بقولوا إنه حكم الإفطار بالسفر هو عادي، بيرجع بيصوم حسب معلوماتي، ما حدا ياخد علي. ايه ما حدا ما بيدفع كفارة اذا على سفر، لا اذا عمد بده يدفع كفارة ويصوم 60 يوم. اوكي هلا هو عم بيقول ما حكم الافطار في السفر، يعني واحد مسافر، ليس على المريض وعلى سفر حرج مثل ما بقولوا، يعني اذا انت مضطر انك تسافر، هلا بغض النظر اذا كنت انت مسافر يوميا بقصد العمل وشغلك دائما موجود بهذا السفر، لا تعد انك ما فيك تفطر، بضلك صايم. اما اكيد هلا اكيد في عندك مراجع، رجع لها حسب كل شخص، يعني حسب كل عالم دين تقريبا، حسب الفتاوى، لان مش كل يعني كل انسان عفوا كل عالم دين يتفق مع الاخر من حيث الفتاوى، في كل عالم دين هو عنده اجتهاد خاص فيه. بس انا مثل ما تربيت من بيتي، او مثل ما رحت كنت روح على الجوامع او اقعد بشهر رمضان ونسمع هذه اكيد الفتاوى او نسمع المسائل الرمضانيه، الانسان اللي مسافر عادي بيرجع بعيد نهاره، بس هو انه يخسر اجر هذا النهار، بس هي المفارقه، ما انت فيك تصومه بغير نهار، بس يعني بتخسر اجر هذا النهار، لانه شهر رمضان اجره يختلف عن الأجر
اليوم الاخر. هلا انا بصايم بشعبان، صايم الي اجر يمكن 10% او حسنات معينه، بس بشهر رمضان لا، الي حسنات اكثر، الي فضائل اكثر. ما احنا قلنا النايم بيتنفس تسبيح، هيدي هي. هلا في ناس كثير بتسال على فكره، حتى في هذا السؤال سالوني اياه لفضيله الشيخ، اني اساله لفضيلتي سمحت السيد او فضيله الشيخ، ولكن انا كمان معلوماتي المتواضعه، في ناس بتقول انه هول اللي بيسافروا قصدا، يعني بمعنى انه بيطلع مشوار بيقول انا نويت السفر، ايه بيطلع بينوي السفر وبيروح. شرعا يجوز، شرعا يجوز، لانه هو ناوي السفر. طالما انت ناوي السفر فيك تروح، تروح بتعمل باري حر انت. بس هي المشكلة انك بتخسر قيمة هذا النهار، قيمة هذا النهار، الساعة اللي فيه لهذا النهار بيسوى يمكن شهر بالايام العادية. ايوه حسون عم يعطيني شوية يعني عم حابب كمان يا خي اتصل واطلع معي على الخط. اتصل واطلع. فهذا انا بعتقد لا، اللي بيسافر فيه سافر، يعني فيك انت اي ساعه فيك الشهر كله على فكره، حكما فيك الشهر كله تقول انا مسافر، فيك تطلع الشهر كله وتسافر ترجع بتقضي الشهر كله عادي. هلا اللي بده يسافر بده يفطر عمد، هونيك صار شيء تاني. اوكي هات لنشوف مين في بعد. حسن البروج قلنا رمضان كريم، رمضان عليك يا حج حسين ابو خضر، اكيد يخيه وسندي رمضان كريم لجميع المسلمين من كندا. عصام كمان تحيه لك. اوكي للتوضيح سؤالي، لاجل توعيه الشباب وارشاداتهم اغلبيه تسافر المقصد لتفطر. هي مزبوط حسن اللي انت عم تحكي فيه، مزبوط في مش بس بعض الشباب، في بعض الشباب وفي بعض الرجال وبعض الناس يلي ينحرموا أجر هيدا النهار وصوم هيدا النهار وفضائل هيدا النهار. هي بس هيدي الخسارة، وإنما شرعا يجوز السفر وبيرجع إعادة هيدا النهار. حسك فيت معي والله بدي حاورك. يلا بركي منجيب حسين هاشم بيكون معنا معي مباشرة حدي هون، وبنترك كل الكنترول لما بعرف لمين يعني، بس بنتركه أكيد. حاجة بس للتوضيح. أوكي تحية لألك سافو هاشم أكيد. أي شخص بعدني بقول حابب يتصل فينا، بس مش على البريك، من بعد البريك أكيد. فاصل صغير ونرجع لكم. اخبار ويب تي في بيقدم لكم بالشهر الفضيل افضل البرامج، عابق من الرحمي مع خضر فرحات وفضيله الشيخ محمد العلي الحلبي، فضيله الشيخ محمد مرديني، كل تنين الساعه 7، صحتك بصحنك، كل شيء بهم صحتك مع نادية عكنان، كل ثلاثة الساعه 7، شو الاخبار، مواضيع كثيره ومهمه مع حسين هاشم، كل اربع الساعه 3، انت وبس ومين مثلك انت مع هبة حيدر، كل خميس الساعة 2، تعالوا نتسلى برامج لعب وجوائز مع محمد السيد، كل خميس الساعة 7، حديث الجالية وما بيحلى حديث الجالية إلا مع عباس بخضر، كل جمعة الساعة 6:30، تيست 411 بنزورك لندق أكلاتك مع جو هزيني، كل سبت الساعة 6:30، وأكيد رمضان معنا أحلى، لإعلاناتكم معنا 313-258-6799. نجديد أكيد عودي لكم أعزائنا المتابعين والمشاهدين بهذه الحلقة، هيك اللي صارت تقريبا حلوة هيك وعفوية، أكيد من بعد تعذر سماحة السيد محمد السعبري لأسباب مرضية، ما بنتمنى له الا مثل ما قلنا الشفاء العاجل واكيد الخروج من المستشفى. هلا احنا استبدلنا سماحة السيد المعمم بالاخ السيد حسين هاشم. ما انت سيد كمان، سيد مزبوط سيد ولا لا؟ 100% هاشمي كمان. ايه شو بدك احسن من هيك؟
أكيد حسين كلنا بنعرفه، يعني هو مش بس صاحب صفحة واتساب ميديا ويب تي في، لا هو كمان صديق وأخ لإلي من سنوات طويلة صراحة، وكنا دايما نشوف ببعضنا إنه فينا نعمل شيء لجيلي من زمان مش من هلا، وأنا بعرف إنه حسين بيقدر يعمل شيء يمكن أكثر مني لجيلي، ونحن بنشد على إيده ودايما بندعمه. حسين هات لشوف خبرنا هلا هلا بفتنا بالحلقه بطريقه عفويه، اسمع حديث الجيلي هلا بس نحن بدنا نتحدث عن البرامج اللي عندنا اياها ستارتنج. مش هيك انا قلت لك تفضل اكيد حندفع، علي منصور يعني قال لي سبونسر ندفع ندفع الاخرين وهو لا ليه اوكي حسين تفضل. تحياتنا لكم جميعا، انا اول مره بطلع على قدام الكاميرا. لا طالع الكاميرا بس قدام الكاميرا معك معي انا اكيد طبعا. لا اكيد على طول بطلع على الكاميرا انا بس شبك الرقم الاصعب البرنامج الاصعب هذا فتحياتنا لكم جميعا، اكيد برنامجك عباس برنامج ناجح والارقام بتحكي عن حالها، يعني مش ضروري انا اقول لك يعني حبيبي ارقامك بتحكي عن حالها عباس، يعني فتحيه لك وتحيه للمشاهدين تبعك وتحيه للمتابعين تبع حديث الجاليه اللي هو برايي انا من افضل البرامج الحواريه الموجوده عندنا بالجاليه حاليا. عم تطرح على طول مواضيع مثل ما بيقولوا بتحط ايدك على الجرح، يعني كانه مواضيع المخدرات ولا مواضيع الثانيه اللي طرحتها انت بهذا البرنامج. هلا انا سببي بس أنا بدي اقطعك بس بدي اقطعك بكلمه يلا قول الله. عندما انا بدي احكي بالعاده، لما انا طرحت قصص المخدرات طرحتها كانت بعد الفيسبوك مش عامل لايفات، طرحتها عبر الفيديوهات، لانه هيدي القضيه من انا يعني من 5-6 سنين لورا كانت دائما تجعزني ودائما تاذيني. انا الحمد لله ما بقرب صوبها هالقصص، ولكن لما كنت شوف ابناء جاليتنا وابنائنا وابناء وطننا بهيدي الحالة كنت هيك حس بغضب، وحكيت عن هذا الموضوع من 5 سنين لورا وكاتب عنه أكبر موضوع على الإعلام اللبناني الدولي، وكمان لما حكيت عنه مرة تانية كان معي الدكتور نبيل حمام واخدت منه استشارة لحتى يعقل لي عن المخدرات وتأثيرها على شبابنا. مش ابني اليوم أنا بحكي بهذا المواضيع، هلا بيجيك اتصال فانا خليني روح ارجع لمحلي، بس خلينا نحكي بشكل مختصر عن مختصر لانه انت بتعرف شو اسماء البرامج اوكي بس لانه في اتصالات عم تجي بدي روح ارجع للاخراج انا لحتى اخرج لك الحلقه مظبوط اكيد يلي عم يتصل فينا اكيد يعني رح نرجع نتصل فيك انا لحتى تشارك بالحلقه للي نمرته 502 بس اعطينا دقيقتين انا بعتذر منك اكيد بس لانه حسين موجود معي هون فيش حدا ورا الكنترول الكنترول بعده حدي هون عفوا الكنترول هون هونيك الصوت ما في حدا بس لحتى حدا يأنسر على الكول ما في هلا حدا بس خليك معنا هلا نحن بنرجع بندق لك هلا حاليا انا بشكل مختصر بديش اخذ حلقه لا لا ما بيأثر بس بشكل مختصر ابتداء من نهار الاثنين رح يكون في برامج على واتساب ميديا نتورك حصريه بس تطلع على واتساب ميديا نتورك خاصه بشهر رمضان الفضيل ينعاد عليكم وعلى الجيل ان شاء الله بالصحه والعافيه. نهار الاثنين رح يكون برنامج ديني اسمه عبق من الرحمه رح يقدمه خضر فرحات ورح يكون معه ضيفين دائمين هن الشيخ محمد علي الحلبي والشيخ محمد مرديني وبأول حلقة رح يكون معهم ضيف كمان أب من الكنيسة كمان رح يتحدثوا عن شهر رمضان وعن الصيام بشكل عام. فهيدا البرنامج قصدك أنت أنه حيكون معهم أبونا أو كيس لحتى يتحدثوا عن مفاهيم الصوم الصوم لأنه الصوم مش بس بلش بالإسلام مش بس بالقبل بس أكيد. نهار الثلاثة رح يكون في برنامج تغذية على الساعة 7 كمان مع نادي عكنان. نهار الأربعة أنا بطلع على الراديو بكل نهار الأربعة من الثلاثة للأربعة. نهار الخميس في هبة على الساعة 2 وفي برنامج ألعاب وربح على الساعة 7 بالليل كمان العالم فيها تشارك فيه مباشرة وفيها تدق عليه. نهار الجمعة وكل نهار الجمعة الساعة 6:30 معك أنت هلا جمعة الجاي نحن والحلقة والعاني شو في جمعة الجاي؟ جمعة الجاي لأنه في عنا الأخ حسن الناشط حسن بزي مزبوط أبو نادر وعنا أكيد خينا زوير عبد الحق وهلا اجيتهم من عند الله ايه فاضت اجت من عند الله اكيد بس لحتى نخلص نهار السبت كمان في برنامج جديد رح يبلش بيروحوا على المطاعم وعلى الشابس وهيك وبيصوروا كيف عم ياكلوا واذا الاكل طيب ولا مش طيب وبيحكوا عنه ونحن بنصوره. فانا بتشكرك لانه سمحت لي اطلع دقيقتين لا اهلا وسهلا اهلا وسهلا فانا رح ارجع لورا الكنترول وعباس نكمل حلقه لحاله ورح نطلع هيك هذا اللي قلت لي بتصور بتروحوا على الاكل يعني مين هو هذا جو هزيمه هو بيصور جو هزيمه وجو بياخذ معه فودي
فوديز هودي اللي بيروحوا على الهودي، فكل مره بحلقه بياخذ معه فودي مختلف لحتى يحكوا عن حتى يجي. هلا ما قلتوا لنا الا بشهر رمضان لحتى رحنا بدنا نروح معه، ولا بطلنا بعرف فينا ناكل؟ لا ما فينا نروح الصبح، بدنا نروح بعد الظهر يعني بعد الصيام. على الافطار يعني؟ على الافطار او بعد يعني على الافطار؟ خلص لكن انا امنت الافطار، انا زلمي عزابي يعني مش عم بسوي لي افطار. اكيد بروح مع خي حسين وبدعم خينا جو، ومش بس جو انا بدعم كل شخص اكيد حتى يكون بس هيك المفهوم. انا من الاشخاص مستعد ادعم اي اعلامي او اعلاميه او اي شخص حابب يفوت بهذا المجال، ومش حنعمل له دورات لانه نحن ما لنا بروفيشنال، بس ولكن بنقول له كيف يقعد على الكاميرا وكيف يحكي على الكاميرا وكيف يكون ادائه، لانه واجبنا انه ندعم هالشباب اللي عنده اللي حابه تعمل شيء بالمستقبل. انا رح خليك على الناس نروح لورا الاخراج ونرجع ناخذ اتصالات وفيك تخلصها. شكرا لكم جميع المتابعين وحبيبي حاجتين حسون هو حبيبنا وخينا وكمان سيد يعني ما اختلفت القصة علينا. فأكيد يلي كان عم يتصل فيه يرجع يتصل هلأ بما أنه حسين صار وراء الكنترول وبيقدر يحكينا. إن شاء الله هذه البرامج تنال إعجابكم، وإن شاء الله تكون أكيد فيها تقريبا رسالة من خلال الشباب اللي بيقدموه صراحة. هلأ مو هزيمي عنده رسالة الأكل يعني، إن شاء الله تكون تستفيدوا كيف تاكلوا. بس أكيد بنقول له يعطي العافية. وفي عنا كمان بعتقد عنا الأخت من بيت حيدر، صراحة قلنا له لحسين شو اسمها، كمان عندها برنامج حلو وكمان بتطرح فيه مواضيع حلوة ومهمة وقصص من الجالية، فكمان نتأمل الكل يدعمها، منا مش يعني مش غلط أبدا، في عندها برامج كتير حلوة فيك نتضرب. تحياتي الشباب الطيب، حسب بعتذر منك ما قدرتكم معك اليوم الظهر لأسباب طارئة، وشكرا على جهودك. أكيد الأستاذ حسن أبو نادر اللي حط هذا التعليق، لا شكر أكيد يا أستاذ حسن، عفوا لا اعتذار، لأنه أنت شخص بعرف أنك أنت كنت مشغول ويمكن توقيتي يختلف عن توقيت عملك، وأنا اللي أصريت أنك أنت تكون معي. ألو مرحبا، معي اتصال. ألو السلام عليكم أستاذ حاج عباس. وعليكم السلام ورحمة الله. حبيبي أليكس عمار، بس حاب أشكر على البروغرام ويعطيك ألف عافية، وعم بتخلونا بالجو نحن كأنه بعنا ببلادنا بلاد العربية، وبنشكرك كتير. أنت يا حسين، حسين 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 ولا أليكس شو بدك عيط لك؟ يا عمي تفضحناش، خلص أليكس مشيها أليكس، خلينا على الأمريكان حمشي لك يا أليكس. يا أليكس، شو أكتر شيء هيك بتشتاق له بهذا الشهر؟ يعني شو أكتر شيء بتحبه بهذا الشهر إنك تحب تعمله بشهر رمضان المبارك؟ طبعا واحد يقدم خدماته، يقدم يعني الناس المحتاجة طبعا. الصيام أكيد، والأكل والصيام يعني طبعا هذا شيء الصحة، يعني واحد بيصوم هذا شيء بينفع الجسم من الأمراض، وهذا شهر الفضيل يعني. ما بتشتاق تروح على لبنان؟ ما بتشتاق تقعد مع الأهل بهذا الشهر؟ طبعا أكيد، بس غالي التيكت للروح. وشو حابب تقول للجالية؟ خصوصا لأنه هلا الأعياد العالم كلها نازلة وطالعة، بتلاقيها شوي صعبة. وشو حابب تقول كلمة هيك للجالية ولأبناء الجالية ولأهالي الجالية، وخصوصا نحن على استقبال، على أبواب استقبال؟ يعني كل اللي بدنا نقوله بس يحسنوا المواضيع، الأشياء بتعرف أنت، المواضيع المخدرات ووقفونا إياها عنا بالمناطق، يعني ويخلونا إياكم اللي أنتوا عم تدلكم توعوا العالم، وخصوصا أنت حاج عباس طبعا معك أستاذ حسين أكيد وضيوفك، وبس وكتر خيركم. حبيبي حسون أهلا وسهلا فيك أليكس، تحية لك. أكيد كنت بدي أرجع للأستاذ حسن بزي اللي كان عم بيقول لي أنا بعتذر اليوم ما كان قادر يكون معي، كنا حابين نسأله عن أكيد الأمور اللي صارت دير بنهايس وهالفضيانات والفلاد يعني والطوفان يلي صار. ما بعرف أنا يمكن بأيامي أنا من 20 سنة لهلا بدير بنهايس ما شفت هيك بدير بنهايس، ما بعرف إذا كان في قبل ما أوصل أنا على أمريكا كان في هذه الأمور اللي صارت، بس أنا من 20 سنة وقت اللي أنا جيت على أمريكا
ما شفت اكيد سكرت كذا مرة، يعني انه جسر، شارع، طاف شيء من الارض، تسكر ممرق بيت. بس صراحة هيدي اول مرة بشوف فيضانات بهالشكل، يعني لازم تعتبر مثل ما قالوا منطقة ما هي اساسا منكوبة، لانه كل المي فاتت على البيوت، يعني البيسمنت صارت المي فيها تقريبا 5 و6 و10 فيت. ايه شو بدك قول؟ احكي احكي، ما بيأثر، احكي. ما صارت لك ساعة تحدي 2 مينت 4 مينت بعد، والله فيك تعطينا 10، ما بيأثر. حاش تعمل لي هيك وهيك، انا ما بومها انا بحب اكيد يا مرار، بس يكونش معي ضيوف بحب شوي هيك نعمل شيء هيك العالم تنبسط فيه. يمكن مثل ما قبل مره اذا بتتذكروا، على فكره هي كانت عفويه، كانت عم صور انا وحسين مره ونطيت عليه وهي فاكره كانت عفويه، فرجع لي وتعال صورها، قلت لا خليها هيك عفويه اجمل. اكيد انا بعدني باتصال، بانتظار اي اتصال، اي شخص حابب يعطي رايه حول موضوع اهميه شهر رمضان. هلا انا بعدني بقول انا ما اعطيت رايي، واكيد اللي بدي كمان اذكر انه حسن بزه حيكون معنا الجمعه الجايه ان شاء الله، من بعد جلسه اكيد المساءله اللي حتصير بمدينة دير بنهايس، ببلدية دير بنهايس، من خلالها ومن المعطيات اللي حتكون بهذه الجلسة حنكون نحن بآخر المستجدات مباشرة مع زوير عبد الحق، أكيد الناشط يلي اسم الله عليه ما بيوقف، وخينا حسن بزيلة، يعطونا بكل الأمور اللي عم تصير والفساد اللي عم يصير بهالمدينة، لانه اكيد يعني مدينه دير بنهايس كمان فيها اهلنا وفيها ناسنا، حديث الجاليه هو حديث الجاليه للكل، مش بس للجاليه اللبنانيه، حتى حيكون معنا ضيوف ان شاء الله من الجاليه العراقيه، ويكون معنا ضيوف كمان من الجاليه اليمنيه والجاليه الفلسطينيه، واي جاليه مرحب فيها انها تكون بحديث الجاليه وتحكي اي موضوع يمكن يا بيجعزها او بتحب انه تحكي فيه. كمان بعدني انا على الاتصالات، هلا بدي اعطي رايي انا بشهر رمضان المبارك، شو هو مفهوم شهر الله. بسم الله الرحمن الرحيم، يا ايها الذين امنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. كتب عليكم الصيام، بديش فسر، كتب عليكم الصيام، يعني كأنه الله أعطانا أمر بهذا الصوم، مش بس أنه هنمرق لكم إياها بصومة بهذا الشهر صوموا كرمالي، لا، فرض علينا هذا النهار أو هذا الشهر. والله سبحانه وتعالى لما يفرض شغلة يعني أكيد في من وراها كتير شغلات خيرة، لأنه هو أكيد الله صاحب الخير وصاحب العدل وصاحب المحبة وصاحب الإحسان وصاحب العفو والغفر والغفران، الله سبحانه وتعالى مش البشر. نحن كان عندنا، أنا كان عندي مفهوم لشهر رمضان، أول شيء بدك تصوم عن كل شيء، يعني بدك تصوم عن كل شيء، بمعنى كنا بالزمانات أنه إجا شهر رمضان خلص هلا بطلنا مثلا نروح على المسبح، بطلنا نروح نحضر سلمة، بطلنا مثلا نسب، كنا صغار يعني كنا نسب، يعني ممنوع نسب، اذا بتسب الله بيخنقنا، هيك كنا نحن وصغار. لما بلشنا نكبر شوي شوي صرنا نفهم موضوع يعني شهر رمضان ومفاهيم شهر رمضان وقدره وعظمه شهر رمضان، لا تغير المفهوم، بطل انه والله اذا انا ما اكلتش بطاطا صيامي مش مقبول، او اذا ما في حبه تمر صيامي مش مقبول، او لازم افطر على حبه تمر لحتى ابين اني انا مثلا صايم، بس اذا عندي اكل كتير لا مش لازم. لا، مفهوم شهر رمضان يختلف كليا عن الاكل وعن السهر وعن اللبس وحتى يمكن زياره الجوامع. اذا بدك تروح تزور جامع
وانت اساسا قلبك بعضه اسود. يعني مثل ما بقول المثل، تيتي تيتي مثل ما رحتي جيتي. لا، لازم تصفي اول شيء قلبك، وتتصالح مع نفسك، تتصالح مع ربك، تتصالح تقول له انا جاي بهذا الشهر لعندك، هيك احكي مع ربك بهالطريقه، انا جاي لعندك، وانك انت غفور رحيم، انت غفور رحيم. شو لازم اعمل؟ الله سبحانه وتعالى عطيك كثير ارشادات بهذا الشهر. صفي قلبك، صفي نيتك، حتى الله يستقبل منك اعمالك. بعدين بلش، في عندك صوم، في عندك صلاه، في عندك عباده، في عندك مستحبات. انت اول شيء اعملي الواجب وخلي المستحبات بالاخر. اعملي الواجب، الواجب انه هذا الشهر له قيمة، له قيمة مميزة عند الله. ما تعتبره بس شهر لمجرد التسلية، مجرد بس الظهور على الكاميرات والظهور وين ما كان. لا، معنا اتصال. الو الو، مرحبا. الو، السلام عليكم. وعليكم السلام، كيفك؟ اهلا وعليكم السلام، تفضلي. والله بس بحب عايد الجيل هي بمناسبة شهر رمضان، بنعاد عليكم جميعا ان شاء الله يا رب، وان شاء الله بتضلكم بخدمة الجيل بهالمواضيع الحلوة. تسلمي. بس مين معي؟ معك فاطمي. فاطمي هاشم، صح؟ بس عم ايه؟ فاطمي هاشم؟ يس فاطمي هاشم. فاطمي هاشم، خبرينا، انت كونك سيدية ينعاد عليك شهر، اكيد شهر، شهر الرحمة وشهر المغفرة. الله يحفظك. شو بيعني لك شهر رمضان؟ شو بيعني لك شهر رمضان؟ شهر رمضان شهر أول شيء الصوم عن كل شيء، مش بس عن الأكل، عن غضب ربنا سبحانه وتعالى بأي شيء، مش بس بشهر رمضان كمان، بكل الأشهر، بس شهر رمضان شهر العفو والغفران والرحمة والتسامح بين الناس، وننسى كل شيء في كره، ونحب بعضنا، ونخلي صلة الرحمة بين الأهل وبين القرايب والكل. هذا شهر رمضان. حضرتك مجوزة وعندك أولاد يمكن، مزبوط ولا لا؟ ايه طبعا. شو بتعملوا طقوس هيك معينة بشهر رمضان؟ يعني بتحاولي دايما بهذا الشهر دايما، كلنا بنعرف انه بأمريكا بيروح الإنسان على شغله، وبتعرفي يعني مش كل الأوقات بتسائب، بس سبحان الله بشهر رمضان كل أكيد الجالية المسلمة تنضم ببيوتها وبيقعدوا بشكل هيك عائلي اكثر. انت من هاد الناس اللي كمان بيروحوا عند اهاليهم، بيزيروا اصدقائهم، بتعملي افطارات بالبيت؟ خبرينا هيك شوي صغيره. بشهر رمضان طبعا، شهر رمضان هو بيجمعنا سبحان الله، هو اجواء عائليه حلوه بتكون، بنلمي على الافطار، حلو القعده، حلوه الجمعه، يعني هذه اجواء شهر رمضان كثير حلوه بالجاليه كمان بالنسبه للعيال، وهي كل الزينه اذا بتمشي بالشوارع هلا رح تشوف بلشت الزينه من هلا يعني هاي. وكل يوم بنتم بعده، مش بس يعني على الاكل، ننبسط بالجمعه الحلوه وهيك الاهل والقرايب، عرفت علي؟ حلو. هلا بس انا بسمع كثير انه اكثر شهر صراحه النسوان، صح انه بيحبوا شهر رمضان، بس اكثر شيء بيطلع يعني خلقهم من الجلي والطبخ والنفخ. مزبوط هالحكي؟ مزبوط. لا الحمد لله، لا يعني ما بيطلع خير الحمد لله. عند اهلا وسهلا فيك فاطمه، وشكرا لك، اكيد عم تذكري من عاد عليك. الله يحفظك بالصحه والعافيه يا رب ان شاء الله. شكرا لك. على فكره فاطمه لفتت لي نظري، انا كنت كاتب موضوع من سنتين عن الاعياد والفرق بين اعياد الديانتين المسيحيه والمسلمه، ويومتها اتطرقت على موضوع ولادة سيدنا المسيح والكريسماس، ليش نحن بشهر رمضان أو بولادة النبي محمد عليه الصلاة والسلام ما بيكون عندنا هيدي الرهجة الكبيرة اللي مثل ما نحن بنعملها بكل، نحن أكثر ناس بنحتفل بهذه الأمور. في معنا اتصال؟ ألو السلام عليكم. ألو السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام، تفضل خبرنا. شو اخبارك؟ الحمد لله. مين معي؟ رؤوف. لك
للصوت هذا سالح تحكي على لبنان. مين معي؟ الله مو الحاج عباس حبيب القلب. تسلم، كيفك؟ شو اخبارك حبيبي؟ طمنا. هني الصوت شوي يا كوماندير بعيد عني، مشان هيك ما ركزت بالصوت، بس هلا لما قرب لي حسين الصوت بدنا لك اهلا وسهلا فيك يا زاك حيدر. تحيه لك وينعاد عليك وعلى اهلك ان شاء الله وعائلتك بالصحه وبالخير وبالعافيه. رمضان كريم لك، رمضان كريم للجالية ولجميع الأمة الإسلامية هون بأمريكا أو بلبنان أو بالعالم العربي، سمعني؟ أنا ما عم إذا سمعني في عندي سؤالتين بدي أحكي فيهم بعد. تفضل تفضل تفضل، هلا سامعك أنا، تفضل. أول شيء يعني هذه مثل ملاحظة، أنا في عندنا نشاط، يعني في نشاطات كثير بتشتغل، وفي على مستوى اول شيء بدي هني كل اللي تخرجوا من الجامعات، وشي ببيض الوجه وشي بيفرح القلب. الله يهنيهم للطلاب جميعا، كل مبروك، هني اهاليهم بيتعبوا وبيشقوا يعني، وبالنهايه بيحصلوا على الشيء اللي هني بدهم اياه. على المستوى الفردي نحن كلنا تقريبا بجيلي ناجحين، وكل انسان عنده اولاد عمالي شوف حاله فيهم، وحتى الاهالي كمان نفس الشيء ماشيين. هلا على مستوى الكوميونتي او مستوى الجالية كمان في عندنا كثير اورجانيزيشنز عم تشتغل وعم تتعب، ويعطيهم العافيه جميعا. بس انا اذا بدي احكي على صعيد ديربون، ما بعرف ديربون هايس كثير، بس بديربون خي حاج، طالما الانشورنس على السيارات وعلى البيوت عم تطلع، وطالما حوادث السير ما عم توقف، وطالما المخدرات عم تتفشى بشبابنا بولادنا وما عم مالي كمان تمعص، والتاكسز على البيوت عم تطلع ما عم تنزل، الكرايم الانفيجن الهوم انفيجن البيزنس انفيجن هي عم بيصير فيه هجمات على المحلات بسلاح، هذه يعني غير الخدمات اللي هي البلديه المفروض تقدمها للناس. ما في شيء من هول اللي ذكرتهم انا عم يتحسن. فانا بقول انه طالما نحن هي طالما حتى الشوارع والجوار الطرقات وعلى اوكمن بيننا وبين فورد وبشي نابل، شوفوا المنظر، طالما هالقصص اللي ذكرتها هيدي كلها بعدها موجوده ما عم تتحسن، نحن بعده يعني I'm sorry to say that، أنا بعتذر، الفشل موجود، وهيدي العزيم والأكل والصور مع المسؤولين والكبة خلص بكفي الآن، يعني صراحة بكفي، يعني طاقات الجيل وطاقات الناس عم بتروح على محلات مش بالضرورة كلهم باد يعني، بس ما في إفادة لما عم تجي دائرة الهجرة عم تأخذ ناس من بيوتها من قلب، يعني بيطلع واحد من الحبس بروح على البيت تاني يوم بيجي بياخدوه. طب ما حدا عم يهتم بقضايا الجالية قضايا الاجتماعية. نحن يعني انا بحط ضم صوتي لأصوات كثير من الناس، يعني يا اخي لما انتوا بتجيبوا المسؤولين وبتجيبوه بتصورون، وانا بتصور والكل وعلى الفيسبوك، يا اخي محلوها يا اخي، هذا اللي على مستوى المدينة طالبوه، على مستوى المحافظة الوين كاوني طالبوه، على مستوى الولاية، مع أننا مشاكل كثير. طب لا ما حدا يحكي فيها، لما نضل نعمل عزيم ونحن زك حيدر حمص ودجاج ما خلص بكفي. زك حيدر سمعني؟ أكيد أنت سمعني زك حيدر، سمعني أنت أكيد صح؟ الو صراحه ما عم بسمعك، يعني ما عم بسمعك منيح، من صوتك في اكو. اوكي اسمعني من اسمعني من شو اسمه، اسمعني من هون. اول شغله بما انك اعطيني التليفون هات، طيب اسمعني، اول شغله انت بتعرف انا من الاشخاص يمكن اللي حاربوني كثير لاني انتقدت هيدي الاعداد والسهرات والما بعرف والعشوائيات والترويقات، انتقدوني وحاطين علي فيتو انه عباس ابو خضر
ينتقد، لانه انا بدي مثلك انت العمل. نحن ما بدنا بس مثل ما انت قلت، نحن بنجيب مسؤول فلان، مسؤول علتين، ونائب فلان، ونائب علتين، وما عم نستفيد منه شيء. بنيجي بنعمل له صحن طبولي وصحن حمص وبنتصور نحن وياه وبنقول له تصورنا مع النائب فلان الفلاني، وبعد شوي مثل ما هي زيتها بعدها التاكس عم يطلع والانشورنس عم يطلع وكل هاي الامور اللي عم تصب علينا مثل ما بقولوا مثل الشتاء. انا اساسا علي حلقه عن هذا الموضوع، وكنت عم فكر على الطرف الثاني، يعني كنت حجيب اكيد العضو البلدي وحكيت انا وياه ووافق اللي هو مايك سرعيني، كنت عم فتش على الطرف الثاني، كنت طارح اسمك انت اول شيء، بعدين رجعت قلت لنشوف اذا زاكي بيقبل. فهيدي الحلقه حضرتك جاهز؟ ماشي، لكن انت ما عندك مشكله، بس انا لانه عندي ضيوف صراحه، يعني عندي ضيوف اوريدي، انا بتعرف بتفق انا وياهم قبل بجمعه لحتى نجهز يمكن تقريبا موضوع الحلقه، فان شاء الله حيكون لك حلقه معي انت ومايك السرعيني وبتحكي فيها من كل شيء اللي انت حاسس فيه. زاك حيدر، تحية لك وكل عام وانتم بخير ونعاد عليك اكيد. يعني انا بدي اشتغل طبعا تكنولوجيا لغيري، بس انه انا عم بدعي انه الهدف من الحكي اللي حكيته هلا انه عم بمروا على كثير ايفنتس، ولي 35 سنه بمروا على ايفنتين ما عم ينزل شيء والله خلص طلوع، يعني المشاكل عم بتزيد وكثير مشاكل معرض الفكره، وكل واحد انه نحن اخذنا اورد واخذنا تكرمنا وإلى آخره. خلاص خليه يطلع منا هيدي، خلينا ندور على مشاكل العالم. إن شاء الله إن شاء الله زاك، إن شاء الله ينعاد عليك، وشكرا على المداخلة. أكيد زاك حيدر هو شخص كان من الأشخاص يعني اللي عنا بالجالية يلي يهتموا بهذه الأمور، بأمور الأولاد والأطفال والمخدرات والإنشورينز والتاكس وإلى ما هنالك من قضايا عنا بالجالية صراحة. هو كتير ناشط، وكان كان عنده برنامج بالانتخابات البلدية، يمكن ما توفق بأخذ منصب ولكن فيه توفق بتنفيذ برنامجه ومشروعه حول الجالية. صراحة أنا مثل ما قلت كنت حكي مع مايك السرعيني ووافق الأستاذ مايك السرعيني على يكون معنا ضيف ونحكي فيه عن البلدية، عن بلدية ديربون وعن الأمور اللي أكيد بعض الناس مش راضيين عنها. فهو رحب بالفكرة وأنا كنت عم فتش على الطرف الثاني صراحة، فهلأ ما زاك بيقدر أنه يكون الطرف الثاني، وإن شاء الله تكون حلقة نقدر نوصل من خلالها كمان معلومات وقضايا تختص بالجالية. ما بعرف قديش بعد في وقت، بعتقد أني وقتي خلص صراحة. أول شيء بدي أرجع أشكر كل الناس اللي كانت معنا، بدي أشكر مثل ما قلت بيجريز أويل اللي خينا الحج عبد أيوب، بدي أشكر بيناتشر ريولتي وورد، العالم الافتراضي، روحوا جربوا عن جد. أنا روحت جربت كتير حلو، كتير حلو هذا الاموشنز والحركات والجيمز اللي بتكون موجوده، بتاخذوا اولادكم وفي 25 اوف لكل شخص بيذكر هذا البرنامج، ويومين صوم اكيد مع يحيى زعيتر. بس توصلوا لهنيك انت تقولوا يحيى زعيتر نحن من قبل حاج عباس، بفوتكم بلعبه الدنيا كلها ما بتطلعكم منها بس لانه من قبل حاج عباس. اكيد كمان بدي اقول زيتونه جريل، يعني زيتونة جريل صراحة أنا ما بدي أقول إنه غني عن التعريف وعمله دعاية أساسا، ما هي هلا عم بقولها أنا زيتونة بيه دعاية، بس ولكن أنا بروح بأكل هونيك وكل الإفطارات أو المجالس اللي من بعض الشباب اللي بدعوا عليها بيجيبوا أكل عن جد من هونيك، كتير أكل طيب، كله حلال 100%، حتى السمك حلال والبطاطا حلال. فكونوا هونيك موجودين، عاملين بوفيه 1799 للشخص الواحد، كمان في تحلية من بعد البوفيه، وأني أصرت على التحلية من بعد البوفيه. تحية لكم جميعا، وعذرا على أكيد على هذا الحلقة يلي ما قدرنا يكون نستضيف فيه شخصية أو سماحة السيد أو فضيلة الشيخ، ومنتأمل ومنتمنى خاصة بهذه الأيام الفضيلة والمباركة
الشفاء العاجل لسماحة السيد محمد السعبري، والله لا يريه مكروه لا هو ولا عائلته ولا واحد أساسا فيكم ولا أي شخص يصاب بأي مكروه. ينعاد عليكم شهر رمضان، ينعاد عليكم شهر الله، شهر المحبة، شهر الغفران. إن شاء الله وياكم نسعى ونكون في خدمة الناس وطاعة الله أولا. يعطيكم العافية. حديث الجالية ما بيحلى إلا مع عباس أبو خضر. أخبار ويب تي في بيقدم لكم بالشهر الفضيل أفضل البرامج، عابق من الرحمة مع خضر فرحات وفضيلة الشيخ محمد العلي الحلبي، فضيلة الشيخ محمد مرديني، كل تنين الساعة 7، صحتك بصحنك، كل شي بهم صحتك مع نادية عكنان، كل تلاتة الساعة 7، شو الأخبار، مواضيع كتيرة ومهمة مع حسين هاشم، كل أربعة الساعة 3، أنت وبس، ومين مثلك أنت مع هبة حيدر كل خميس الساعة 2، تعالوا نتسلى، برامج لعب وجوائز مع محمد السيد كل خميس الساعة 7، حديث الجالية وما بيحلى حديث الجالية إلا مع عباس بخضر كل جمعة الساعة 6:30، تيست 411 بنزورك لندق أكلاتك مع جو هزيمة كل سبت الساعة 6:30، وأكيد رمضان معنا أحلى، لإعلاناتكم معنا 313-258-6799.